متتبعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه سنفتحوا واحد الملف تاع مقاطعة تيدي بليوت مدينة الدار البيضاء على إثر الندوة الصحفية اللي دارتها مؤخرا رئيسة المقاطعة في أحد فنادق الدار البيضاء واللي تحدث فيها على حصيلة المجلس. ما أجل مناقشة القضية دي نستضيف سي جواد رسام عضو مجلس مقاطعة تيدي بليوت. سي جواد مرحبا بك. شكرا لإخوان فاس باريس على الاستضافة. ونستضيف أيضا سي سعيد سبيطي عضو مجلس مقاطعة سيدي بلوط مدينة الدار البيضاء عن حزب الحركة الشعبية. سي سعيد مرحبا بك. شكرا أخ الكريم، تنشكركم على الاستضافة وعلى الاهتمام ديالكم بالقضايا ديال مقاطعة سيدي بلوط. نبدأ بسي جواد، بما أنه يعني مع الأغلبية ومع المكسب عضو المكسب المسير تاع مجلس مقاطعة سيدي بلوط، درت واحد الندوة صحفية تتكلم على الحصيلة تاع مجلس المقاطعة، بعض يعني المعارضه وبعض الساخطين داخل مقاطعه سيدي بلوط ما تيصفوهاش بالحصيله، تيقول بان هي كاينه حصله داخل هذه المقاطعه. واش تتفق معهم ولا لا؟ قبل البدء في هذه النقطه هذه، فلا بد من نوروا المشاهد باش يعرفوا حقيقه مقاطعه سيدي بلوط. مقاطعه سيدي بلوط في مباشره بعد الانتخاب كان واحد الاجماع في التصويت على رئيسه، وكانت اغلبيه مطلقه في التصويت على المكتب، يعني هادو جوج حويجات. وبالتالي تسير داخل مقاطعة سيدي بليوط هو تسير جماعي، يمكن يخالف حتى الامور اللي كاينه على مستوى الدار البيضاء وعلى مستوى المغرب، يعني التحالفات اللي كنشوفوها واللي كتسير المجلس المدينه واللي كتسير بعض المقاطعات. حنا ما كينضبطش عندنا هذه المساله هذه، وبالتالي فجميعا نسير مقاطعه ديال سيدي بليوط. ذكرتي مساله ديال الحصيله، وفعلا كما ذكرتوا بان كانت واحد اللقاء داروا المجلس مقاطعة سيدي بليوط مع الصحافة الوطنية أو الصحافة المحلية كيف ما كيسميوها، باش كيعطيو مسألة ديال الحصيلة ديال 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 سيدي بليوط، وكما كتسموا نتوما الحصلة. فعلا ماشي حنا اللي كنسميوها، الناس اللي ضد التوجه. فعلا هي حصلة، لأن بما أن الأمور اللي كتبدا بواحد الشكل وكان حنا مازال خدامين وكاين اختلافات، بطبيعة الحال غادي تكون هناك حصلة، ما غاديش يكون هناك حصيلة بالطريقة اللي كل واحد شافها. حصيلة قصنا نشوفوها انطلاقا من البرامج ديالنا السياسية اللي قدمناها والانتخابية اللي قدمناها. فالآن جميع الأشغال اللي كاينة، يعني اللي بغينا نهضروا بواحد يعني بدون لغة الخشب، فما كاينش كاع حتى شي حاجة في البرامج اللي كنا كنقدموها جميع الأحزاب بدون استثناء اللي كاينة في سيدي بليوط، والاشتغال اللي كاين أو الحصيلة اللي كاين لا علاقة لها بهذه المسألة هذه. إذا كاين اللي غنقدروا نقولوا له هي كاين واحد التدبير ديال واحد العمل معين ديال المقاطعة تدور بهذه التشكيلة اللي كاينة الآن. يمكن بعد ما نخرجوا نعرفوا في كاين الإشكال، غنوقفوا عند بعض النقاط وما يمكن ما يكونش هو الحقيقة، مي كنقربوا من وجهة نظر. إذا تعودوا في المكتب المسير تاع مجلس مقاطعة سيدي بليوط، يعني تتعترف بأن يعني الحصيلة ماشي في المستوى. لأن حتى الآخرين اللي كيسميوا راسهم معارضة راه هما أعضاء في المكتب، هما راه أربعة الناس أعضاء في المكتب. ويمثلون معارضة ديالهم، هما كيقولوا معارضة ديال ماشي ديال المجلس، ولكن معارضة ديال بعض السلوكات. سي سعيد سبيطة شنو رأيك في هذا؟ شكرا. فيما يخص ذكرتوا الحصيلة ديال المقاطعة سيدي بليوط، نعم احنا دوزنا الآن أكثر من سنة ونصف، يعني سنة وتسعة أشهر، قريبا سنصل إلى سنتين. طبيعة الحال المجلس ككل مطالب باش يعطي واحد الحصيلة ديال هذا العمل لهذ المدة. الأخ سي جواد هو عضو ديال المكتب المسير، وهو في قلب الحدث، هو يسير مع الرئيسة. احنا كلنا كان مجموع 30 واحد كلها كانت كنا في التسير. الآن ما غنسميوش المعارضة، غنسميوها حركة صحية، نسميوها أي مسمى، أنه التسير لا يرقى إلى المستوى المطلوب، هناك عشوائية في التسير. ولا جينا على الحصيلة، نهضروا على الحصيلة، الحصيلة اللي نتعنوا الحصيلة تنقولوا ها هو اللي درنا اللي وصلنا ليه، وها هو اللي ما كان بإمكان وصلوا ليه ما وصلناش ليه نظرا. احنا هذيك دارت فقط للإعلام باش يبان واحد الوجه، لأن أصبحنا نلاحظ داخل مقاطعة سبيل أننا نعمل في المواقع وليس في الواقع. كيف ذلك؟ اش المواقع يعني؟ مواقع الالكترونية، اننا نتصوروا واننا تنديروا مشاريع وتنديروا، ولكن الواقع ما كاينش. الحصيلة اولا في نظري انايا انها ما غتعطاش في 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 احد الفنادق. علاش؟ نحطوها في الجامعة، في قلب هذا عندنا مكاتب مشرفة يمكن نجتمعوا فيها ونعطيو الحصيلة اولا للمجلس. حنا اولا كأعضاء نعرفوا هذه الحصيلة، نعرفوا ماذا قمنا به. حنا ما تندخلينش السير، انا مثلا عضو ديال المجلس ما تندخلش في السير، ولكن
من حقي أنني نعرف فين وصل هذا. إذا كان تعطى أولا داخل المجلس نعطيه هذه الحصيلة. أنا سنقول من هنا من هذا المنبر أنه ليست هناك أي حصيلة إيجابية، يعني شي حاجة اللي نقوله إحنا يمسخوا بها أننا إيجابية. أننا أن قمنا بها ولا هذا راه ما كاين شيء، ما كاين حتى شي حاجة للتنوير. هذه ليست المرة الأولى التي نقوم بها بالحصيلة، هذه المرة الثانية التي نقوم بها بالحصيلة. لكن دائما المقاطعة تدور تدير الحصيلة ديالها في الوطيلات كما قال سعيد السبيطي، علما في المجلس المقاطعة. في السنة الأولى كانت درنا الحصيلة وطلعنا المنصة، وكانوا الإخوة اللي كانوا الآن يعتبرون نفسهم الآن حركة صحيحية أو اسم من الأسماء كانوا في المنصة بهذه الظروف وبهذه المشاكل اللي مطروحة الآن. كانت لأن المشاكل بدأت وإحنا مع انتخاب المكتب، مشاكل كثيره كاين فيها الذاتي وكاين فيها الموضوعي. الذاتي يطغى على الجميع. انا شخصيا ملي غادي نقول نهضروا على الحصيله لرؤيه حصيله، شنو هي الحصيله؟ مفهوم حصيله بعدا، مفهوم حصيله هو اننا ننطلق من الصفر وهناك بعض الاعمال. اعمال هناك كاين اعمال ليه مثلا، غير ان هذه الاعمال انا غادي نوصل معك، غير هذه الاعمال لا تروق ولا للجميع. أنا مثلا لا تشرفوني هذه، لأن عندي رؤية أخرى وعندي طموح آخر، سواء في البرنامج اللي تقدمت به، سواء في البرامج اللي كنشوفها ديال جميع الأحزاب اللي ممتلة داخل مقاطعة سيدي بليوط. ماشي هادشي اللي بغينا، ولكن كاين عمل، لأن كاين عاوتاني غير حنايا كمستشار ولا كمكتب، كاين الإدارة تشتغل بواحد الشكل يومي، كاين المرافق تشتغل، كاين إنجازات. غير أنا اللي غنمكنو نناقشوا واش هاد الإنجازات هي هادشي اللي قدرنا نوصلوا له. كاين واحد مشروع باش مابقاش نهضروا في الضباب وفي سميتو، كاين واحد المشروع تاع زنقة قوتي. البعض يقول بأن المشروع تاع زنقة قوتي يعني حي قوتي يعني المجلس والمكتب المسير راكب على هذا المشروع هذا، واش هادشي بصح ولا لا؟ هي راكب باش نوضح، يعني يتبنى هذا المشروع هذا باش نوضحوا الأمور. علما هذا المشروع ربما راه تاع مجلس المدينة. قوتي فيه جوج ديال الشوارع الرئيسية، فيه موسى بن نصير وفيه السكتاني، يمكن راه الاخ هو ولد الحي ديال قوتي. هاد الشوارع بجوج هما المتر دوفراج ولا حتى حامل المشروع هو مجلس المدينه. كيبقى المقاطعه وهو حق ديال التتبع، وهاد المساله راه كيفهمها لان الاخ راه داز في التسيير لسنين وسنين. باقي الازقه المجاوره والمشبكه ديال قوتي كتقوم بهم مقاطعه ديال سيدي بليوط. فعلا نضجه كبيره على هاد المسائل هادي، كاين الكايات شارج وكاين البيرو ديتود اللي حطات شي، يمكننا اننا نحاسبوا اي واحد. حتى واحد ما غادي يتلاح على شي حاجه ماشي ديالته، واللي قال باننا اللي كنصوب شي حاجه وما صوبش كيتحمل فيها مسؤوليته. يعني المجلس بالنسبه لكم ما تيتبلاش هذه القضيه. الشوارع موسى بن نصير والسكتاني هذا مجلس مدينه الدار البيضاء، الازقه الاخرى مقاطعه سيدي بليوط دايرها من الميزانيه ديالها. ولا حق التتبع وهذا كيخولوا لنا الصحيح. يا اخي الكريم طلبت جبتوا هذا المشروع ديال حي قوتي، وانا اعرف حي قوتي حقيقه معرفه لانني زدت فيه وكبرت فيه وما زلت فيه. ما وقع في حي قوتي انه تبين ان المقاطعه هي خارج الصير، ولو انه المشروع دارته مدينه جماعه الدار البيضاء اللي تبنته هي كازا اميناجمو، هي اللي كانت هذا على الاقل كان المقاطعه انها التتبع، ما داردش هذاك العمليه ديال التتبع كيف خصها، دارتها في الصور، صور الفيديوهات وهذا. نعم انه الرئيسه وبعض هذا يتصوروا بانه راه كاين مشروع، انه اجتمعت مع انها اجتمعت مع السكان ديال حي قوتي وخذت الراي ديالهم، وهذا كله ما كاين منه حتى شي حاجه. لماذا؟ لان الا جبتوا هذه المساله هذه ديال هذا حي قوتي اللي كيف قال السي جواد، شارع السكتاني وشارع موسى بن نصير، انه دار واحد العمل. نعطي انا على سبيل المثال باش نقول علاش نقول ان المقاطعه خارج، هو انه قضيه بيئيه، انه دارت اشجار، كانت اشجار اللي ناضوا عليها السكان وداروا وقفات على ان هذوك الاشجار لا يمكن ان نفرط فيها الى اخرها، ودخلت ودخلوا الاخوان ودخلوا الجمعيات البيئيه الى اخره، ومع ذلك لم تبادر المقاطعه باي اجراء، بحيث انه الاشجار تقريبا اكثر من 200 شجره اللي مشات بجرة قلم موظف ويسمح لي سي جواد لانه في المكتب المسير، لان انا نبغي تكون الكلمه ديالو هو يقول الراي ديالو ويعطي القرار، ما يعطيش موظف بسيط في المقاطعه تيدير اجتماع في العماله وتيقول لهم هذوك الاشجار
لا حاجه لنا بها، ديها فين بغيتو، بحيث ان هذيك الاشجار هذيك الاشجار تقتلات، كان تدمير ديال البيئه، بحيث انه لما تدخلتوا هذا بعض الاشجار تصوفات، وفين داوها؟ داوها خارج مدينه الدار البيضاء، خارج سيدي بليوط لحد السوالم الى اخره. واش حنا كمقاطعه سيدي بليوط ما محتاجينش هذيك الاشجار؟ الا ما احتاجيناش في حي قوتي، ممكن نحتاجوها في اماكن اخرى قرب المعرض الدولي الى اخره مثلا، هذا على سبيل المثال. سي السبيطار باش ما يبقاش يهجب علينا بزاف، غير باش نكون واحد النوع من الديمقراطيه الكلاميه بيناتنا. اولا حي قوتي انا نتفق معاه بزاف الحويجات، ولكن الطريقه ديال التعامل معاه هي طريقه ذاتيه، فيها واحد النوع من الذاتيه، بحكم انه هو يمثل واحد الساكنه تما في اطار واحد الجمعيه، هناك جمعيات كثيره. فعلا ان المكتب في شخص الرئيسه ديما، لان الرئيسه هي اللي كتمثل، هذا قانون يمشي انها، وكان لي الشرف ان اجتمعت معهم مره، ان كانوا ممثلين ديال المنطقه يمثلون الساكنه ويمثلون جمعيات معينه، وانا كنفهم من هادشي ديال الجمعيات راه كاين عليك جا خمسه ولا سته ويقول لك انا جمعيه وساكنه فيها مع شحال ديال الالاف، ولكن هذا هو العمل الجمعوي، هذا هو الشغل ديالنا في المغرب. هذا تم الاجتماع معهم، تيتقال بان كانت هناك وقفات، لم تكن هناك وقفات. فينا ما ورينا بغينا نشوفوا هاد الوقفات وهاد الصور اللي غادي اللي فيها احتجاجات وكذا، وحنا كنعرفوا في هذا الجانب، هذا سيغتو الجانب البيئي اللي يعني ملك البلاد هو اول واحد راعي البيئه في المغرب، وحنا بالعكس من الممولين ومدعمين على المستوى الدولي في الجانب البيئي. فعلا كاينين عاوتاني التخصص ديالنا محدود، هناك تقنيين هم اللي خصهم اللي كيعطيو اشنو خصو يدير. فعلا المنطقه ديال السكتانيك فيها اشجار من الناحيه التقنيه اللي وصل الاخوان، وانا سولت في هذا الجانب هذا، واخا ما كنتحملش المسؤوليه ديال تدبير هذا المرفق هذا، ولكن سولت وجدت بان تقنيا ان هاد الاشجار كاين واحد الشق فيهم مات، والاخ سبيطي فعلا قام بواحد العمل مزيان، هو اننا جا رقم الاشجار مخافه من انه ما ديالهم يكون شي بلاصه، عنده هذا الحق هذا يديرو كجمعيه مساكنه دارت، وحنا معاه في الطرح هذا. ولكن شنو الغايه ديالتنا؟ هو ان ديك الاشجار مع ديك الحي، وهو حي ماشي كباقي الاحياء، انا من بعد غنهضر لكم على سيدي بليوط، داخل سيدي بليوط كاين احياء ماشي كباقي الاحياء، ماشي ميز بين الاحياء المغاربه واحدين، ولكن كل منطقه عندها خصوصيه ديالها ومميزه ديالها. منطقه تقوتي عندها واحد الخصوصيات فيها، الساكنه فيها ماشي يعني واحد نوع معين من الناس اللي شويه واعيين تيعرفوا الحقوق ديالهم، تيوفوا الحقوق ديالهم، منطقه اللي عندها التاريخ ديالها، منطقه اللي هي الور تعطاها واحد الاهتمام معين، سواء من جسم المدينه وسواء من المقاطعه. هادشي ديال البيئه والاشجار اللي تقال لنا حنايا انه هاد الاشجار واحد لابارتي كبيره فيها ماتت، وان الاقتلاع ديالها اللي غادي يتم غيكون تغيير هاد الاشجار باشجار اخرى اللي تتماشى، والمنطقه ما غاديش تكونش عاليه، الجذور ديالها ما تيمشيوش لتحت، ما كتكاسبيش بزاف ديال الماء، لاننا حنا في واحد الفتره ديال الجفاف، وبالتالي غادي نديروا اشجار اللي كتلائم المنطقه. حنا الان حدود ساعه هادو التزامات تقاموا وجابوا لنا بان راه النوعيه ديال الاشجار اللي غادي تكون قصيره حتى تضو الطويله، كان ما يبقاش الدنيا مظلمه، لان ذاك السكتاني في الاشجار اللي كانت ومع ديك العمليه ديال سبيتو ملي كدوز كتلقى الظلمه، ماشي يقول لنا الكريزاج. واخا خلو حي القوتي ومشوا للمحج الملكي، مقاطعه سيدي بليوط يعني المحج الملكي كانه مشروع تيدار في منطقه اخرى، ما كاينش مبادرات، ما كاينش باش تحل المشكل تاع المحج الملكي. والمحج الملكي حنا كنعرفوا بان سيدي بليوط ما عندوش واحد اليد فيها، حنا ولكن سياسيا راه تابع للمنطقه، خص تدافع عليه، خص ترافع عليه. سياسيا هو ان الان هذا الملف ديال المحج الملكي والمدينه القديمه كاينه شاده الوكاله، ومنين حتى بغاو يدخلوا الخوت جات الوكاله صارحه ان ما عندكمش الحق تدخلوا في هذا الجانب هذا، فين تيبقى المقاطعه الحق؟ لان كاين قوانين هي اللي كتضبط، ما يمكنش تخدم خارج القانون، والا غادي تتعرض للمتابعات. حنا يلاه عندنا المساله في التدخل ديالنا فعلا من الجانب ديال ديك اللجان، وحنا بين قوسين حنا في هذه الدوره اللي كانت جايه كنا مقبلين اننا غادي نصوتوا على ممثل منا حنا 30 يكون في ديك اللجنه الاسبوعيه اللي تتكون في العمله اللي تتبع المحج الملكي، لاننا ما تنعرفوش الشطره. يلاه حتى تكون الرئيسه هي اللي كتكون، بعض المرات الاشغال ديالها تقدر ما كتجيش، ما عندناش شكون اللي غادي يوصل الصوت المعلومه. الور درنا في الدوره باننا غادي نصوتوا على واحد ممثل ديالنا من المستشارين، ماشي اي واحد، اي واحد يعني حنا بيناتنا خضر واحد يمشي يمثلنا في هذا الجانب هذا. الدور اللي عندنا الثاني وهو كنخرجوا ديك الرخص ديال الهدم، وماشي حنا اللي كنخرجوا، هذا قانون اللي كينظم هذه، ملي كتخرج لجان الدار غادي تريب وتتخرج وكيكون فيها شكايه وكتكون فيها طلب، حنايا ملي تخرج اللجنه وتتخرج خبره في الاخر سور لاباز ديال هادشي كامل، تنعطيو قرار ديال الهدم حمايه للساكنه
باش على اساس ان كاين الاجراءات الثانيه واش يقلبوا لهم على السكنه ولا كذا في اطار داكشي اللي كاين. سي سبيطي يد يد فيما يخص يد مجلس المقاطعه سيدي بلوت قصيره في هذه القضيه تاع المحجم علاش دائما تريدون تحملون المقاطعه. لا انا سنقول جبت كاين هناك نقاط اخرى حنا دابا هضرنا على الحصيله باش نثبتوا الامور كاين حصيله وكاين تسير احنا بغينا تسير يكون في المستوى يعني ويكون يشارك المحج الملكي من الحاج الملكي كيف يقول سي جواد خارج هذا ولكن ديالنا احنا اللي تندبروا فيه سياسيا احنا خاصنا نكونوا حاضرين يدينا لانه ما يقع راه تيوقع تحت الامره ديالنا احنا تنشوفوا لا نشوفوا ان دوك الاطراف كلها ملزمه باش تجي عندنا الا استدعيناها وجبناها في دوره او في لجنه ملزمة انها تجاوب على التساؤلات ديالنا اللي هي تساؤلات ديال المواطنين. حنا تنحملوا سمحي لي نكمل السي جواد سمحي لي نكمل سمحي لي نكمل نعيطوا على هاد الناس ولكن انتم منعتوا لا ماشي انتم حيد انتم الحركه التحريريه منعت ان هاد السي جواد يديروا لنا هاد العرض في دورتين وحتى في هاد اللجان اللي كاين الان. سي جواد باش نكونوا واضحين احنا دابا راه ماشي في صراع ولا هذا حنا 30 واحد خاصنا نقادوا الامور ديالنا باش المكتب عيط على هاد المسؤولين. نعم كانت امور اخرى كانت امور اخرى خاصنا نصفيوها عاد ندوزوا للعرض. علاش حنا غيديروا لنا عرض جبنا هاد الاطراف الوكاله الحضاريه وزاره السكنه الى اخره باش يديروا لنا عرض حول هاد الشيء. نعم هذا ماشي اول مره غنديروه راه ماشي انزاج ديال هذا. علاش ما خليتوش يدوز؟ علاش ما خليتوش؟ لان كانت امور اخرى خاصها تصفى لان كاين تسيير عشوائي كاين هنا جبد قبيله الاعضاء ديال المكتب. انا ما بغيتش نجبد اربعه ديال الاعضاء ديال المكتب ما كاينينش في هذا. لماذا؟ هكاك فين ما كاينينش؟ فين ما كاينينش؟ ما كاينينش في المكتب. شكون تيسير هذه الجماعه؟ كاين المجلس وعلى راسه مكتب فيه الرئيسه واستاذ النواب. اربعه النواب غائبين ماشي غائبين مغيبين لفاعل فاعل انه هما خاصنا نحضروهم همايا ويعطيو الراي ديالهم. تتفق على هذه القضيه مع داك اللي قال سعيد السبيطي بان في مقاطعه البيوت كاين تسيير الفرق تاع الرئيسه هي اللي تتسير بها. واش الرئيسه تتشاور معها؟ باش نكونوا واضحين في هذا الجانب هذا ما غيمكنش ناخذوا الامور غير من الوسطيه تسيير انفرادي. غادي نشوفوا حيتيات الموضوع. الا غتقول لي اربعه الناس نقول لك انا نمشي معك بعيد. كاينين سته نواب ما تيديروا حتى شي حاجه بما فيهم انا. لا واش ما تيديروش شي حاجه ما كيديروا لان الطريقه بدات من البدايه. خصنا نعرفوا بان المجلس ديالنا الميزه ديالته شنو هو؟ فيها واحد 20 مستشار اول تجربه لهم. 20 مستشار اول تجربه. لا واش عندكم تفويضات داخل المكتب؟ انا جايك 20 20 يعني تجربه جديده يلاه تيتعلموا تيتعلموا. كاينين عندنا خمسه الناس ولا ما نقولوا سته الناس اللي عندهم انتماء سياسي حقيقي يمثلون الحزب ديالهم تاريخ يعني عنده جار مع الحزب ديالو من سته ديال الاشخاص. الا جينا نشوفوا هذه العمليات هذه كامله اش كتعطينا؟ كتعطينا هذه النتائج هذا. فاش دخلنا كاين واحد لان راه الجماعه ماشي كيسيروها غير المكتب وكذا راه كيسيروها اطراف اخرى. حنا بالضحك ديالنا اش كنقولوا؟ كنقولوا رقم 31 حنا 30 كنقولوا 31 حيت كاين واحد الطرف مثلا 31 ولا 32 اطراف اخرى تشتغل. كاين عندنا موظفين اللي نهار الاول ديفيا وكل شيء. كاينين عندنا موظفين مثلا اللي غير تتمشي الرئيسه نهار تتمشي في البدايه ديالهم هي ما عارفه والو حتى هي جديده ما كانتش كدير لها عمل سياسي ولا انتماء. نهار كيجي اول واحد يقول لها المجلس على الحسابات مجلس على الحسابات واش واحد جاي يسير وغادي اول ملي كتقول المجلس على الحسابات غادي يرجع لور غادي يرجع لور ما يشتغلش. هذه كلها اخطاء اللي كيتحملوا فيها الجميع كتحملوا فيها المسؤوليه. فيما يتعلق بهاد سته الناس انا شخصيا كنت من الناس اللي تنقول باننا خاصنا نجمعوا المكتب. الاخوان عندهم رؤيه اخرى. جاوبتيني جاوبتونيش على التفويضات انتم كنواب تاع الرئيسه واش عندكم تفويضات؟ كانوا تفويضات معيبه. كانت تفويضات معيبه من البدايه كانت تفويضات معيبه وكاينين الناس. انت كيفاش انت داخل المكتب تترضى على نفسك انك نائب الرئيس ما عندكش اختصاص يعني كيفاش؟ ما عنديش اختصاص. القانون تيخول الرئيس يعطي ولا ما يعطيش. والقانون تيخول لك انت. شنو الدور ديالك داخل المكتب؟ القانون هذا اللي تيقول هادشي. كون كان القانون تيخول لي انني نوض ونغوت على شي حاجه اللي عقلي غادي نغوض. القانون تيعطي الحق الرئيس. القانون ما تيعطيش الحق باش ياخذ هو اختصاص تفويض الرئيس هي اللي عندها. كاين عاوتاني كاين امور اخرى هي اللي ما قدروش الاخوان اخوتي يتوحدوا كاملين اخوتي يعني واحد فيهم هو اننا لقاو شي تخريجه كيفاش يمكن لنا اننا نلزموا هاد الرئيسه انها تعطينا التفويض. مؤخرا وهذه مساله خصني نشير لها مؤخرا وفي اطار تفاوض بيناتنا وانا جلست مع الاخوان كاملين على اساس اننا نديروا واحد جلسه صلح. اش جلسه صلح؟ اننا نجلسوا كمكتب والرئيسه قبلات هذه العمليه هذه على اساس يجلسوا سته نواب والرئيسه
وغتعطي التفويضات للجميع بالشكل القانوني ماشي المعيب، حتى التفويضات المعيبه راه قانونيه ولكن معيبه، ما كتخولش انا دابا عندي تفويض ولكن التفويض ما كيخولش عندي حتى شي حاجه. هذا هو الاشكال اللي عندنا، عندنا المشكل هو انه المكسب لا يقوم باي شيء ومن حقه، ماشي نقول انها من حقها، نعم الرئيسه من حقها تعطي التفويضات ولكن ماشي من حقها دير تسيير انفرادي اداري، لان كاين هناك اناس اخرين خارج المكتب خارج 31 ذكر هذا، كاين ناس اخرين اللي تيسيروا. لا يعقل، نعم خاصنا حنا تكون عندنا الرؤيه السياسيه داخل المكتب. المكتب حنا عندنا اتصال مباشر مع الاخوان ديالنا ديال المكتب. خارج المكتب اللي تيسيروا شكون؟ كاين النائب الاول اللي خارج. هناك ناس اخرين تيعرفهم الجميع، ما نهضرش على الناس لان داخل الاداره تسير ما عندهمش تغصابيليتي، وبالتالي ما يمكنش لنا نقولهم، ولكن الواقع ديالهم كاين. كاين الواقع، حيث انه الاخوان ديال المكتب تيتكلموا مع الرئيسه اليوم بالليل هكا خصنا نديروا، وانا شخصيا تكلمنا خصنا نديروا بحال هكا ونجمعوا ونقادوا هذا هذا هي متفقين، تتعطيك الرئاسه انها متفقه داك الشيء، الغد تيصبح راي اخر تيمشي ذاك الراي، اذا هناك املاءات اخرى اللي هي ضد التيار. حيت هادشي كله ما وصلش. انا تنقول باننا نحن الجميع نتحمل المسؤوليه. علاش كنتحمل المسؤوليه؟ ما يمكنش نرغموها على علاش ماشي ترغم، حتى واحد ما كيرغمش واحد، حنا كنخدموا في اطار قانوني. هي قالت شحال من مره بان النظام ديال المقاطعات نظام رئاسي، وما كاين حتى شي صفحه من الصفحات ديال القانون، ما كاينش حاجه سميتها نظام رئاسي. حنا في المغرب جميع قوانيننا ديمقراطيه، والبلاد ديالنا غادي على الديمقراطيه التشاركيه، ولكن كاينين، لان الا ما كانش ديمقراطيه علاش كاين انتخابات؟ ولاش هي اقليه؟ هي راه اقليه، الرئيسه راه تمثل الحزب في اقليه، يلا عندها اربعه الناس تيجيو فيها جوج الناس، هادشي كامل يلا تيجيو جوج الناس صافي. ومع ذلك كاين انتخابات وكاين كذا، اذا هذا النظام الرئاسي هي براسها خصها تفهمها، والموظفين اللي قراب ليها ولا جسميتو اللي خصهم يوصلوا لهاد الفكره ولا يبعدوا، وحنايا خصنا نتحملوا مسؤوليتنا. فاش غنتحملوا مسؤوليتنا؟ لاننا حنا مصوت عندنا الشعب، هو غيحاسبنا الشعب. اذا اش خصنا نديروا؟ السيده تتقول لنا انا مستعد نجلس معكم، انا اش كنقول؟ اجيو نجلسوا مع السيده هذه. شو ما واش جلسوا مع السيده تتحلوا المشاكل؟ لماذا الاخوان تفكروا في هذه المساله هذه؟ انه ما كاينش التزام حقيقي ان تكلموا مع الاخوان ديال المكتب، منهم سي جواد، منهم النائب الاول، منهم النائب الثاني، كلهم تكلموا معها كيفاش خاصك الامور. عوض هذا تصور انها تجتمع المكتب عندها في المكتب وتتقول لهم دوغ، واش باقي شي واحد غادي يجي عندها في المكتب تطردوا؟ لا حنا تنهضروا على تطردوا اعضاء المكتب. واش باقي غادي يمكن يرجعوا مساله الدور تمات في هذه شي عام وصرف يا خويا؟ نعم راه باقي الوقع ديالها باقي. الوقيته اللي كنتي انت معاها، الوقيته اللي كنتي انت معاها وحنا ما معاهاش. لا حنا كنا معاها لا دابا وزير معنا وياك. الوقيته اللي كنت تقول انا مع الرئيسه وانتوما، يعني غير رمضان اللي فات كنا حنايا كنا، ولكن علاش عندكم دابا تيتقلب؟ لا داكشي عندنا كيدور، عندنا بحال شي نورما تدور. الظهور حسبنا فيها نقدروا ندخلوها، لان الا بغينا ننطلقوا وبغينا نشوفوا قدام خصنا نتنازلوا شويه، نعتبروها غضب. وفعلا هي اعتذرات لكل واحد فينا، ويمكن شي انا ما تنقول، انا عارف انا اعتذرت لي، اعتذرت لك انت، انا اعتذرت ما اعتذرتش لي. ويمكن السيده اللي تناقشت معها وقالت لها دوغ حتى هي رجعت عليها، وكان واحد كما تيكون في المجلس والمجالس عاديه والامور ماشي هنا، ماشي خصنا نوقفوا. علاش؟ لاني انا وانت وهي لا شيء، حنا نمثل احزاب عندها برامج، بغينا خصنا نزيدوا لقدام. ما غادي تسالي الولايه ديالتنا، ما غنبقاوش وقيله حتى نتعرفوا مع بعضياتنا، هي براني على المنطقه ديالنا وحنايا ولاد المنطقه، وزيد بزاف ديال الحوايج. سي جواد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سي سعيد صافي الله يجعل البركه. سي سعيد عندي واحد النقطه اللي هي مهمه باش عاوتاني لكل ذي حق حقه، ويمكن غادي تعرف بان هذه الحصيله اللي حنا كنقولوا حنا الحصله، انا كنقول لكم الحصله هو واحد الاشتغال، يمكن حتى الرئيسه راه على قد حالها، راه كيبان لها انجاز. خصنا نعرفوا علاش كيبان لها انجاز، لان ما داش الاخر عنده ربع قرن في التسيير، راه 25 عام ولا 26 عام وقيله في التسيير، ماشي بحال هذا اللي عنده يلاه عامين في التسيير، عنده رؤيه، عنده موراه جر مع واحد الحموله ديال الانجاز. هذه سيدي بريوط، وسيدي بليوط هنا في خصنا نوقفوا. سيدي بليوط راه ماشي غير حنا اللي كنتحملوا فيها المسؤوليه، راه كاين عاوتاني راه زاد اخرين، كاين مجلس المدينه حاكر سيدي بليوط، كاين هاد المساله اللي ولاو كيسميوهم التحالف الثلاثي، خروج على سيدي بليوط. كتعرف بان سيدي بليوط بان هي اللي كتدخل اكبر مداخيل ديال الدار البيضاء، واقل وحدين كياخذوا المنحه
هما حنايا شحال اللي وصلت عندكم المحنه؟ جوج مليار ونص فوقيته اللي وصلوا لوحدي اخرين 3 مليار فوقيته اللي الفلوس ديالنا باش كيتصرفوا مع العلم ان منطقه سيدي بليوط ديال ترافع عليكم داخل المجلس مع العلم ان منطقه سيدي بليوط كينزل ليها كل شيء صافي دير بالعكس هي اللي خصو يدخو فيها اموال لان المدينه ديال الجامع صهرات كيدار ديال الجامع العمل ديال الجامع طوموبيلات نعطيو ساعه سمات لا فيما يخص هذه المساله هذه اللي تنهضروا على الحصيله بهذا تدافعوا شويه على سيدي بليوط سيدي بليوط تكون في قيمه لان انا تنقول دائما كيف يعقل ان سيدي بليوط كانت هي ام الجماعات شمال افريقيا في المغرب ولات هي احط الاجتماعات احط الجماعات نعطيك حاجه اخرى يعني باش حنا تنقولوا الرئيسه والمكسب تنحملوه المسؤوليه لمن اللي باقي في المكسب برنامج العمل المدينه دارت واحد برنامج العمل برنامج العمل سيدي بليوط خاصها تكون حاضره فيه بقوه تصور انه المشاريع ديالنا الاخ انا عارفه عنده ما يقول حطينا لا اسمح لي ما حطيتي والو في حطينا صور من ذهب يمثل المقاطعه داخل الجامعه موظف عوض يمشي المكسب تمشي الرئيسة أولا هي الدافع على سيدي بليوط أو يمشي أحد النواب مسيطة موظف ما عطاتش فرصة المقاطعة باش تعطي برنامج العمل ديالها وإحنا عندنا كلشي الإخوان 30 واحد كل واحد عنده برنامج فكرة العمل لو أنه درنا هذا البرنامج برنامج العمل اللي كنهضروا عليه الدار البيضاء هو طاح بما أن أكبر مشروع اللي هو اللي باني عليه هذا برنامج العمل اللي هو المطرح ديال هو طاح لهم إذن هذا البرنامج خصو يتعاد فيه النظر كامل نهضروا على برنامج العمل إن شاء الله مستقبلا والانعكاسات ديالو على مقاطعة سيدي بليوط سي جاوت سرسان شكرا جزيلا شكرا سي دفا تنشكركم على الدعوة تنشكركم ونكون لقاء أوقات أخرى لتفصيل في هذه المسائل ديال سيدي بليوط لأنها مهمة جدا شكرا ما مولفش باغي الغوش ما تغوش شكرا متتبعي قناة انفاسبريس وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي